شكرا جزيلا يا كريم. زي ما قلت لحضراتكم دايما مراسلنا موجودين في مكان الحدث، ومكان الحدث بالنسبه لنا هو النادي الاهلي، او اي المكان اللي بيلعب فيه دايما النادي الاهلي في اي حته بقى في العالم كله هتلاقونا دايما متواجدين، ودايما بننقل لحضراتكم ماذا يفعل النادي الاهلي في مثل هذه الامور. الحقيقه خلوني اقول لحضراتكم تشكيل المباراه مره اخرى، تشكيل المباراه الرسمي لهذه التشكيل الرسمي لهذه المباراه: محمد الشناوي في حراسة المرمى، سعد سمير وأيمن أشرف اثنين قلوب دفاع، وعلي معلول ناحية الشمال، محمد هاني ناحية اليمين، وثلاثي في وسط الملعب. غيرناها لحضراتكم مهم برضو عشان تتناسب بقى اللي عايز يفكر فيها كده واللي يفكر فيها كده. هنسأل ضيوفنا أحمد فتحي وعمرو السولية وكريم ندفد، وثلاثي في الأمام أو اثنين في خط الهجوم: رمضان صبحي وأجايو، من أمامهم مروان محسن. ده تشكيل النادي الأهلي في هذه المباراة. أعتقد أنه تشكيل مناسب جدا لهذه المباراة، لأن زي ما قلت لكم فريق صن داونز من الفرق الجيدة جدا في القارة الأفريقية، فاز بالبطولة الأفريقية مؤخرا وكسب نادي الزمالك في نهائي البطولة الأفريقية 3 في صن داونز أو في جنوب أفريقيا، ثم تعادل أعتقد على ما أفتكر يعني أن هم كانوا اتعادلوا هنا، وبالتالي فاز صن داونز بهذه البطولة، دي آخر بطولة صن داونز. وبالمناسبة المدير الفني لنادي صن داونز كان موجود مع نادي الزمالك في هذه البطولة، وبالتالي هي مباراة صعبة جدا، مباراة من المباريات الثقيلة في دوري الأبطال الإفريقي. بطل أفريقيا أو بطل القرن الأفريقي النادي الأهلي بيواجه بطل أو واحد من أبطال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة. خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم جرافيك هذه المباراة، وبعد كده الصحف إن شاء الله، وبعد كده نكمل بقية الحلقة. نبدأ النهاردة بمشاركات النادي الأهلي في بطولات الأندية الإفريقية. دوري الأبطال 29 مرة، أبطال الكؤوس 5 مرات، كأس الكونفدرالية 4 مرات، كأس السوبر 8 مرات، الأفرو أسيوية مرة واحدة. النادي الأهلي فاز بدوري الأبطال الإفريقي 8 مرات كأعلى نادي في إفريقيا، وأبطال الكؤوس 4 مرات، الكونفدرالية مرة واحدة، السوبر 6 مرات، الأفرو أسيوية مرة واحدة. أرقام النادي الأهلي في بطولات أفريقيا للأندية: لعب 350 مباراة، فاز في 176، تعادل في 93، هزم في 81، له 522 هدف عليه 268 هدف. أما أرقام النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، لعب في دوري أبطال أفريقيا فقط، لعب 270 مباراة، فاز في 133، تعادل في 77، خسر في 60 مباراة، له 409 هدف عليه 210 هدف. نتائج الأهلي في دوري الأبطال الإفريقي: البطل 8 مرات، الوصيف 4 مرات، خرج من دور النصف النهائي 3 مرات، ثم الخروج من دور الثمانية 7 مرات، وخرج من دور الـ16 4 مرات، ومن دور الـ32 مرتين فقط. أما تاريخ النادي الأهلي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا: لعب 96 مباراة في دور الثمانية، فاز في 43، تعادل في 28، هزيمة 25 مباراة. أما الأهداف له 136 هدف عليه 98 هدف. الأهلي لعب في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا 22 مرة، صعد للدور نصف النهائي 15، وخرج من دور الثمانية 7 مرات. طيب خلينا اقول لحضراتكم كل مباريات الذهاب في دور الثمانية او الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا 2019. النهارده ان شاء الله السبت الساعه 3 مباراة سيمبا التنزاني سيواجه مازيمبي الكونغولي، والساعه 3 ايضا النادي الاهلي او صن داونز سيلاقي النادي الاهلي، ثم في تمام الساعه 6 حورية كوناكري الغيني سيواجه الوداد الرياضي المغربي، ودي مباراة تهم النادي الأهلي جدا، لكن خلينا نبص على مباراتنا الأول. ثم في تمام الساعة 9 الرياضي القسطنطيني الجزائري سيواجه نادي الترجي التونسي في الجزائر. طبعا البلاد اللي بيكتب اسمها أو الفرق اللي بتكتب اسمها الأول هي اللي بتلعب في على أرضها المباراة، يعني المباراة الأولى ما بين سيمبا ومازيمبي هتتلعب في تنزانيا، المباراة الأهلي وصن داونز هتتلعب في جنوب أفريقيا، حورية كوناكري هتتلعب في غينيا، والرياضي القسطنطيني والترجي هتتلعب في الجزائر المباراة الأولى.
طيب مباريات العودة امتى هتتلعب بقى؟ مباريات العودة يوم السبت القادم 13 ابريل 2019 مباريات العودة في دور الربع النهائي لدوري ابطال افريقيا. مازيمبي سيواجه سيمبا التنزاني، هتبقى برضو الساعة 3 ان شاء الله في الكونغو بقى الديمقراطية، ثم الساعة 6 ان شاء الله الكل على موعد او سيكون على موعد مع النادي الاهلي، سيلاقي سان داونز في تمام الساعة 6 يوم 13 ابريل. ايضا الساعة 9 ترجي التونسي سيواجه الرياضي القسطنطيني الجزائري في تمام الساعة 9، وأيضا الساعة 9 الوداد الرياضي المغربي سيواجه حورية كوناكري الغين. طيب النهاردة إن شاء الله مباراة سان داونز، النهاردة 6 إبريل 2019 سان داونز سيلاقي النادي الأهلي في جنوب إفريقيا في دوري أبطال إفريقيا في دور الثمانية. مشوار النادي الاهلي في دوري المجموعات، الاهلي او انا اسف خليني ابدا بدور ال 32. النادي الاهلي في ذهاب دور ال 32 فاز على جيما ابا جيفار بهدفين مقابل لا شيء، ثم هزم في مباراه العوده بهدف مقابل لا شيء، وصعد بعد دور ال 32 لدور الثمانيه ليلاقي النادي الاهلي. الاهلي طبعا في مجموعه مع شبيبه الثوره ومع سيمبا ومع فيتا كلاب الكونغولي. الاهلي في اولى مبارياته بيفوز على فيتا كلاب بهدفين مقابل لا شيء، ثم يتعادل إيجابيا في المباراة الثانية بهدف لكل فريق، ثم بيهزم سيمبا التنزاني بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ثم يعود ويهزم النادي الأهلي من سيمبا التنزاني بهدف مقابل لا شيء، ثم بيهزم أيضا من فيتا كلاب الكونغولي بهدف مقابل لا شيء، ليعود النادي الأهلي إلى توازنه خلال هذه المجموعة ويفوز على شبيبة الثورة الجزائري بثلاث أهداف مقابل لا شيء. طيب سان داونز بدأ من دور ال 64 في ذهاب دور ال 64 سان داونز بيفوز على فيجيتار بهدفين مقابل لا شيء، ثم في مباراة العودة بيكسب 5-1، ثم في دور ال 32 في مباراة الذهاب الأهلي البلغاري بيتعادل سلبيا مع سان داونز، ثم سان داونز بيفوز أهلي بنغازي أنا آسف بيعود في مباراة العودة سان داونز بيفوز على أهلي بنغازي 4-0. أما في دوري المجموعات كانت مجموعة بتضم لوبي ستارز النيجيري وأسك ميموزا الإيفواري والوداد الرياضي المغربي وسان داونز. في أولى المباريات بيهزم سان داونز بهدفين مقابل هدف من لوبي ستارز، ثم سان داونز بيفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف، وسان داونز أيضا بيفوز على أسك ميموزا بثلاثية مقابل هدف، ويتعادل بعد كده في كوت ديفوار بتعادل سلبي، وبيفوز على لوبي ستارز بثلاثية مقابل شيء، ثم الوداد في المغرب بيفوز على سان داونز بهدف مقابل لا شيء. موقف الفريقين في الدوري المحلي. طيب النادي الأهلي لعب 24 مباراة، فاز في 17، تعادل في 4، خسر في 3، سجل 40 هدف، استقبل 15 هدف، عدد النقاط 55 هدف المركز الثاني، 55 نقطة في المركز الثاني. أما سان داونز في الدوري المحلي لعب 24 مباراة أيضا، ولكن فاز في 11، الأهلي فاز في 17، تعادل في 11، الأهلي تعادل في 4، خسر مباراتين، الأهلي خسر في 3 مباريات. ده في كل واحد في الدوري المحلي. نادي سان داونز سجل 30 هدف، استقبلت شباكه 18 هدف، يملك من النقاط 44 نقطة في المركز الأول في دوري جنوب إفريقيا. قائمة النادي الأهلي زي ما حضراتكم شفتوها، الشناوي علي لطفي، احنا قلنا لحضراتكم أيمن أشرف الوحيد، علي معلول، سعد سمير، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتحي ومحمد هاني وكريم ندفد وحسام عاشور وحمدي فتحي، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، ناصر ماهر، جونيور أجاييه، ومروان محسن وصلاح محسن ووليد أزارو، تحت قيادة فنية لمارتن لاسارتي. آخر حاجة بقى معانا النهاردة، خلينا نشوف طاقم التحكيم لهذه المباراة. حكما للساحة ماجيتي ناداي، حكما من السنغال، ثم حكم مساعد ألفيس جاي من الكاميرون، وسيدو تياما من بوركينا فاسو. ده طاقم التحكيم لهذه المباراة. بما أننا نتكلم عن طاقم التحكيم خلينا نطلع